بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع فالله خلاصي بعنوان الخلاص من الغباء. هو الغباء ده مش مؤاخذة يعني مش عيب مرتبط بالذكاء. الغباء هي صفة روحية. لما الواحد يكون مصر على سكة غلط الكتاب بيوصفه بالغباء. وفاكر ان اديتكم موضوع زمان في الاجتماع عن الغباء الروحي، انما انا هنشغل معاكم بنص من اشعياء واحد يورينا شكل من اشكال الغباء. اشعياء واحد كله عتاب، اللي هو بيبتدي بقولة يعني الثور يعرف صاحبه والحمار معلف صاحبه، الثور يعرف قاني والحمار معلف صاحبه، شعبي لا يفهم، شعبي مش بيفهم، يعني الحكاية تبقى واضحة زي الشمس، مش بيفهمه، إسرائيل لا يعرف. فبيتكلم هنا عن نوع من عدم الفهم اللي هو بنسميه الغباء، زي ما مثلا بولس قال مرة أيها الغلاطيون الأغبياء. هنا الموضوع ملوش علاقة بالذكاء، لا، هي فكرة إن الحاجة تبقى واضحة والواحد مش راضي يقبل. يعني وصف اليهود بالغباء لأن لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. فهنا الغباء ملوش علاقة بالذكاء، لأن ممكن واحد يكون ذكاؤه على قده بس يكون ناصح روحيا، ممكن واحد يبقى ذكي جدا لكن من الناحية الروحية هو غبي. الغني وصف بأنه غني غبي لما قال له يا أيها الغبي يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. أكيد ده كان راجل ناصح لأنه بيهد ويبني يعني من ناحية الدنيا، لكن هو من ناحية الروحية كان غبي. مع ربنا يسوع له كل المجد وصف الفريسيين بالغباء، قال لهم يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ إذا احنا مش بنتكلم في حاجة يعني شتيمة ولا حاجة، احنا بنتكلم في حاجة ممكن كلنا نبقى بنعاني منها في وقت أو في أوقات أو طول الوقت. فإيه احنا عاوزين نخلص من الغباء، يعني ايه؟ ببساطة نفهم ربنا وقصد ربنا، وبحيث ان احنا ما نبقاش من النوع الغبي. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة. هم مش بيكلم سدوم وعمورة، سدوم وعمورة خربت من بدر، لكن هو بيكلم شعب اليهود وبيناديهم بقولت انتوا بقيتوا اسلكوا سدوم وعمورة، فاهمين؟ فهو بيوصفهم بالوصف ده، لأن قبلها آية بيقول لولا أن الرب أبقى لنا بقية لشابهنا سدوم وشابهنا عمور. فبيقول لهم اسمعوا بقى يا بتوع سدوم وعمور اللي هم شعبه، لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ يعني بتكتروا الذبايح ليه؟ أتخمتوا من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أصر. جبتولي تخمة، يعني من إيه؟ ذبايح ذبايح، فاكريني مبسوط. فهم إيه؟ يعملوا العمايل الدنيا ويجيبوا ذبيحة عشان إيه؟ كده يبقى ضميرهم مرتاح. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم؟ أن تدوسوا دوري، يعني أنتوا بتدوسوا على مكاني أو بيتي وبعدين تعملوا الحاجات دي كلها. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هي مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. يعني إيه؟ حتة الالتزامات الحرفية بتاعت رأس الشهر والسبت وحفلة العيد، حاجات دي بالنسبة لهم إيه؟ يعني مهمة قوي، إنما القلب بعيد خالص عن ربنا. وبعدين البخور، تقدمة البخور، قال كل ده أنا ما بقاش يفرحني ليه؟ ما أنتم ما بتعملوش اللي أنا بقوله. أنا ما أحبش أبدا واحد يعمل الخطية ويجي يعتكف كأنه يعني بيتمم المنظر بس. القصة دي ما تعجبنيش خالص. طبعا دي تؤكد إن إلهنا يحب الصدق، وما ينفعش إن شوية ممارسات تكفر عن أخطائنا، ما تجيش كده الحكاية.
رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملهم، حين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم. يعني بترفعوا أيديكم وأنا بعمل كده. وإن كسرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآن دما. اغتسلوا تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالتلج، إن كانت حمراء كالدودي، دودي ده خمرة يعني، تصير كالصوف. إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، إن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. لما بنقول نخلص من الغباء، تعال نشوف أشكال الغباء اللي ممكن نقع فيها ونقول له يا رب خلصني من الغباء ده. لأن الأفضل جدا أن الواحد يعتبر نفسه غبي روحيا من أنه يكتشف في الآخر أنه كان غبي روحيا. أول نوع من الغباء، الغباء في الإحساس بالأفضلية. يعني أي مرة يجي لك إحساس أنك أفضل من اللي حواليك، أنت أصبحت في بند الغباء. فهنا بيقول اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، اصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمور. اليهود كانوا طول عمرهم عندهم حتة كده إيه، عنجهية كده، وإحساس بالتميز والتفوق، ولغاية دلوقتي على فكرة. قال لهم انتوا فاكرين ايه؟ انتوا فاكرين ان انتوا احسن من سدوم؟ هي عشان سدوم اتحرقت خلاص دي وحشة وانتوا حلوين؟ ده نفس اللي قاله المسيح لما تجسد، لما قال لهم الحق اقول لكم ان صور وصيدة هيكون لها حالة اكثر احتمال، او انه يا كفر نحوم ده انت حالتك هتبقى اوحش من سدوم وعمور. فهنا رسالة مهمة، اوعى تفتكر نفسك اوحش من الملحدين، احسن من الملحدين ولا الساقطين. لا، انت مش احسن، انت ربنا ادك اكتر، لكن ده مش معناه انك انت احسن. يمكن لو خدوا النص اللي خدته كنت زمان، كان زمانهم اتعدلوا. فهنا الاحساس بالافضلية نوع من الغباء. اول ما تيجي فكرة في دماغك انا احسن، اعرف ان انت ايه، استغبيت كده دلوقتي، كده مخك ضرب روحيا، انت ماشي غلط دلوقتي. هو انت شايف نفسك احسن من سدوم؟ سؤال تاني، اصغوا الى شريعة الهنا، هل تفهم الشريعة وتنفذها زي ما ربنا قصدها؟ يعني اذا كنت شايف نفسك انسان كويس، هل انت عامل اللي ربنا عاوزه منك بالظبط؟ طب انت راضي عن نفسك ليه؟ طب ما يمكن مش هو ده اللي عاوزه ربنا منك، في حاجات كتيرة مستنيها منك. هل انت عارف مركزك وترتيبك عند ربنا؟ هل انت شايف انك انت كده متمم اللي ربنا عاوزه منك؟ يبقى في احساس غاش الشيطان بيدخله لنا بسهولة قوي ويخلينا اغبياء لما نصدق ان احنا احسن من اللي حوالينا. ودي بقى مع اي حد يا جماعة، صدقوني في مقارنتك مع اي حد يبقى انت دخلت في غباء، حتى لو غير مؤمنين برضه، ما هو ما خدوش اللي انت خدته. الغباء في كثرة الذبائح يعني ايه؟ طب هو ده دي حاجة وحشة؟ يقول لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ أضخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات ودم عجول وخفاف. ساعات يكون من الغباء ان الواحد عمال يجري ويروح في الخدمات كتير، وربنا قاعد باصص له كده يقول له ايه؟ فينك؟ ما بتجيش ليه؟ يعني لما قال لما مرسى، انت مهتمة ومهمومة ومضطربة لأجل أمور كثيرة، أنا عاوزك تقعدي معايا. فيبقى أخطيت مرسى دي كأنها مش حكيمة أبدا، لأنها سايبة المسيح وعمالة تخدمه بس مش عاملة اللي هو عاوزه، مش بترضيه. هي بترضي طموحها، بترضي مزاجها، بترضي شخصيتها، لكن مش بترضيه هو، لأن هو كان عاوزها تقعد جنبه تسمعه. موضوع مختلف تماما. إذا أحيانا كثرة الخدمات وكثرة التبرعات ما تكونش هي أحسن حاجة، أو ما يكونش ده اللي ربنا عاوزه. لماذا لي كثرة ذبائحكم؟
يبقى ممكن الواحد يبقى غبي لأنه بيعمل حاجة تبدو صح وهي مش أحسن حاجة. حتى كثرة التبرعات طبعا دي الحاجات دي في ظاهرها كويس وممكن تبقى كويس، لكن لو ما كانش اللي بيحركها روح ربنا تبقى غباء. لأنه ممكن واحد يعمل كتير لكن كله بيغذي ذاته، بيغذي كرامته، بيغذي شخصيته، وفي المقابل تلاقيه بيحلل خطية محددة وضميره مرتاح، بقى ما انا بعمل حاجات كتير فمش معقول يا رب هتوقف لي في الموضوع ده. طبعا ده كده ماشي غلط خالص، لان ربنا بيتكلم في حاجة تاني، وعاوز يتوب وعاوز يتضع وعاوز يبقى اخر الكل وعاوز يسكت شوية وهو مش راضي. ساعات كثرة العلاقات داخل الكنيسة، طبعا بكلم خدام فأرجو تاخدوا كلامي بحكم، يعني ايه؟ ساعات ندخل الكنيسة جماعة تتحول الكنيسة إلى مجتمع واجتماعيات وقيل وقال وزنب وقفشات وكلام على بعض وحوارات وحاجة تزعل. هو ده بيت ربنا؟ هو ده جماعة القديسين اللي قصدها المسيح؟ في حاجة غلط. ويبقى الواحد بعد كده حاسس انه غير علاقاته في الدنيا بعلاقات جوه الكنيسة، معرفش حد بره، بس العلاقات مش احسن حاجة في الكنيسة. فيبقى ايه؟ هي نفس الشخصية بنفس العيوب اللي عمالة تنقر الغلط وعمالة تعيد وتزيد في غلطات الناس مش يا ريتك ما قربت زيادة، طب ما كنت خليتك شوية يعني مش مغوط قوي. ساعات يكون في تعب غير مقبول او غير مطلوب، الواحد يبقى بيتعب في حاجة معينة بس مش هو ده اللي ربنا عاوزه، كل ده يبقى نوع من الغباء. عشان كده عاوز أفكركم بآية بتقول إيه؟ لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. يعني ممكن ربنا يشاء حاجة وانت مش مصر على حاجة تاني، حتى في الخدمة، حتى في أولويات الحياة الروحية، يكون عاوزك تخدم وانت تقول لا عاوز اخد خلوة، وعاوزك تاخد خلوة تقول لا عاوز اخدم. ما هو انت لازم تمشي وراه مش ورا نفسك. الغباء في عدم الاحترام لربنا. انا بجيب من النص بس صور الغباء اليهودي عشان نقول له يا رب خلصنا من الحاجات، نجيني من ان انا اكون زي اليهود اللي اقرب شعب ليك في يوم من الايام وصاروا مرفوضين. يقول لما بتيجوا تقفوا قصادي مين قال لكم تعملوا كده؟ حتى ان انتوا بتدوسوا دوري، تدوسوا دوري يعني مش بتحترموني. فالغباء في عدم احترام الله. اليهود في زمن المسيح كانوا يهتموا جدا بمواسم الأعياد، طبعا الفصح والمظال والحاجات دي يعني مهمة جدا، والسبت، بس ما كانوش بيحترموا ربنا، كانوا بيستغلوا ربنا. فالعيد بالنسبة لهم بيزنس، خرفان هتتباع وإيه بتوع تغيير الأوراق المالية، الناس جاية من بعيد بقى، الصرافة دول يقعدوا جوه الهيكل عشان يغيروا العملة ويكسبوا من وراها، واللي مش عنده خروف طب بتوع الحمام برضو اللي ما عشان للغلابة اللي مش هيقدروا يشتروا خروف يشتروا حمام، وإتس فيري جود بزنس يعني. فمش معقول ده الموسم ده مهم أوي، موسم إيه؟ فبقى بيت ربنا بيت تجارة. قال لهم عملتوا بيتي بيت بيزنس، بتدوسوا على كرامتي وعلى بيتي، انا بيتي بيت صلاة، ايه الهوسة اللي انتوا عاملينها دي؟ وهنا ايه باين قصاد ضميرهم وقصاد الدنيا، ده احنا ملتزمين جدا، ده احنا ما بنطلعش بره بيت ربنا. انت اساسا ما دخلتش بيت ربنا، انت قاعد في الحوش بتتاجر وتضحك وتجيب سيرة الناس وتغش كمان في البيع والشراء طبعا، وكل ده جوه بيت ربنا، عشان كده سماها مغارة لصوص. الفين ده من الصلاة. يبقى الوجود في بيت ربنا اما كانش مرتبط بالصلاة والاحترام والخشوع يبقى في حاجة غلط، يبقى غباء، لانه انتوا بتدوسوا علي جوه بيتي. عدم احترام بيت ربنا، عدم احترام ناس ربنا، رجال الله. النهاردة احنا في زمن برضو احترام وإكرام رجال الله بيقل، فدي حاجة مش كويس، ده من الغباء انك انت ما تقدرش رجل الله. ما تنسوش قصة أليشة لما طلعوا شوية شبان يتريقوا عليه، طلعوا دوبة بكلوهم عشان ربنا يكرم رجاله. طب انت بتستحيل انك انت يعني
كاهن ما يملاش عينك ولا تتكلم عليه وبعدين تدخل تصلي عادي. تصلي ازاي؟ ده غباء ان الواحد ما يحترمش رجال الله. عدم احترام خطة ربنا وقصده وترتيباته، لما الواحد يعترض على اللي ربنا بيعمله في الأحداث برضو ده نوع من الغباء. الغباء في التمسك بالحرف والشكل برضو للأسف ناس كتير بطبعها، في شخصيات بطبعها موسوسة شوي أو حرفية شوي، ودول يعني يغلفوا شخصياتهم دي بتوب التدين. فهو لأنه بطبعه حرفي يقوم عاوز يخلي ايه نفسه الحرفية بتاعته دي مقدسة. وكتير من المدروشين قوي والمتطرفين قوي أساسا شخصياتهم فيها وسواس لدرجة المرض، لكن هو عاوز الحسوكة بتاعته دي تبقى قانون وتبقى قاعدة. فيهمه جدا الشكل ويهمه جدا المنظر، مفيش حاجة في القلب، مفيش أي حاجة داخلية، ويبقى راضي جدا. زي طبعا الفريسيين لما كانوا يعشروا النعناع والشبتول، أنا مش عارف بيعملوها ازاي، يعني النعناع ده انت لو جبت قد كده ما يوزنش، طب هتطلع عشوره ازاي؟ ده احنا ممكن نعملها مرة مسابقة ولغز كده، تلاقوها صعبة قوي عشان تجيب ميزان، ده انت مضطر تروح للجواهرجي بشوية جرجير عشان ايه يطلع لك عشورهم. تصوروا بقى واحد هياخد قد ايه وقت عشان يطلع عشور الحاجات دي، ده ممكن تاخد منه ساعة لغاية ما يحسب العشر بتاع الكلام الفاضي ده. في الوقت اللي داير يزعق ويشتم مش مهمة دلوقتي، خلينا نشوف العشور. طبعا غباء. والحرفية دي بتدخل في حياتنا، ان الواحد ساعات يهمه قوي انه يتمم قانونه بشكل حرفي وهو افكاره في حاجة تانية، او يعني ملخبط ملخبطة جامدة قوي، بس هو بيعمل الحرف والشكل والقانون ده غباء طبعا. يقول لا تعود تأتون بتقدمة باطلة، البخور مكره لي. طبعا ده ما مش معناه ان البخور، لان ممكن لأي حد ياخدها يقول لك يبقى اللي بتعملوه غلط، لا ده هو البخور في ايدين اليهود بالمنظر ده مكره، لكن هو اللي قايل في لاويين وفي تثنية كل يوم تقدموا لي بخور صبح وليل، وقال في ملاخي هيكون في بخور في كل حتة، إشارة للعهد الجديد. لكن بالطريقة دي بالمنظر اللي بيعملوه اليهود ده بالحرفية دي بقت مزعجة وغباء. عشان كده بصراحة كده جماعة واحنا خدام وعاوزين نتقدم شوية، كل مرة تصلي اسأل نفسك صليت؟ هتلاقي صدقني لو انت امين مش قادر تقول صليت، يعني تخلص صلاة وبعدين تسأل نفسك صليت؟ لا ما صليت. انت قلت، انت وقفت، انت قريت، انت رتلت، لكن صليت بالمعنى اللي كان ربنا قصده؟ يعني كلمت ربنا من قلبك، حسيت بالكلام، قدمت توبة حقيقية عبادة حارة؟ يبقى ما صليتش. يبقى ايه من الغباء ان انا افضل اعتبر نفسي بصلي كل يوم وفين لما القلب يتحرك مرة؟ لا خليني اعتبر نفسي ما بصليش. قريت، قريت ازاي؟ حتى الناموسي لما جه يسأل المسيح فربنا يسوع قال له كيف تقرأ؟ انا عارف انك بتعرف تقرأ وبتقرأ كتير وبتقرأ كويس، بس انا بسألك انت بتقرأ ازاي؟ بتقرأ لنفسك؟ بتقرأ عشان تستفيد؟ بتقرأ عشان تعيش الكلام؟ موضوع مختلف. خدمت، خدمت ازاي؟ ولا رحت وجيت؟ ممكن تكون رحت وجيت بس ما خدمتش، ممكن تكون شلت وحطيت بس ما خدمتش. خدمت يعني حطيت نفسك آخر الكل، يعني حبيت الناس بصدق وتعبت معاهم ليهم مش لنفسك. إذا كل دي تساؤلات بديهية تورينا الواحد ماشي في أنهي سكة. معلش احنا ايه بنوجع قلبكم شوية عشان ايه نتحرك. الغباء كمان في التساهل مع الشر، دي صور من الغباء اليهودي اللي ربنا يحمينا منه. فاحنا بنقول يا رب خلصني من الكلام، لان كل صورة من دول كفيلة انها تضيع الابدي. يقول لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست اطيق الاسم والاعتكاف.
الغباء في التساهل مع الشر، ان الواحد يغلط ولسان حاله يقول معلش، يعني يعذر نفسه، يعذر نفسه. جات سيرة الناس يقول في باله، بدل ما يقول ازاي ادين الناس، يقول ما هو اصل ما كنت هعمل ايه، ما كلهم بيكلموا كده. ده غباء ان الواحد يقبل هذا العذر في انه وقع في الادانة وانتهى الغباء. قول انا غلطت وغلطت غلطة كبيرة وخلاص، لكن هتعذر نفسك في الغلطة؟ واحد يزعق ويقول ما هو اصل هم ما بيجوش غير كده، غباء. كونك بتعذر نفسك في كل مرة تغضب ان اللي حواليك هم السبب وان الظروف هي السبب، ده نوع من الغباء. ما تعذرش نفسك، ما تقولش انا تعبان وزهقان فاضطريت، لا ما تعذرش نفسك، خطر انك تعذر نفسك. هل بتقدم معايير للخطايا غير اللي قالها المسيح؟ دي من اكتر الاخطاء الغبية اللي ممكن نقع فيه. بمعنى ايه يا جماعة؟ الشتايم العادية، سوري في كلمة العادية دي، شتاء يعني، بسمعها في الاعتراف كتير، يعني بعد ما يخلص الخطايا اللي هي الخطايا في نظره يقول لك ما عدا ذلك بقى الحاجات العادية. ايه بقى حبيبي العادية؟ يعني الشتايم، يعني الشتايم دي الحاجات العادية. طب تعال نشوف ربنا قال ايه على الشتايم. قال ان احمق تدخل جهنم. احمق دي بالنسبة لك ايه؟ لا ده اقل من العادي. لا يبقى انت فاهم ده غباء بجد، لان المعيار اللي انت حاطه للخطية غير خالص المعيار اللي حاطه المسيح. المعيار اللي حاطه المسيح ان النظرة زنا بكل ما يستوجبه من هلاك. كون النظرة دي مش بتيجي في الاعتراف، يعني مش هي دي الخطية، يبقى ده غباء، لانك متساهل مع الشر بمعايير انت اختلقتها غير خالص المعايير الإلهية. الحكم مش انت، الحكم ربنا. فطبعا يبقى من الغباء ان الواحد يقيم نفسه بمعاييره الخاصة بيه او بمعايير الناس. مثلا بنت تلبس لبس مش قوي، وبعدين حد ينبهها وما تعتبرهاش خطيه، تقول ده هو اللي متخلف. هو متخلف وانت يعني عاوز اقول ايه، في الغباء طبعا، لانه فين ويل لمن تاتي منه العثرة. انت ازاي ما ترعبتيش من كلمه زي كده؟ بدل واحد نفسه علق، طب ما ربنا هيقول ايه؟ ده ويل لمن تاتي منه العثرة. فين المعيار اللي انت حاطاه للسلوك بقى؟ إذا ما كنتيش خفتي من كلمة الويل من فم المسيح، حاجة تخوف. ساعات الواحد يعتبر إنه خلوة نص ساعة كده وسامحني يا رب، هي دي التوبة. مش عاوز بقى أوجعكم، بس لازم أوجعكم، الحياة مش هي دي التوبة. التوبة اللي قرينا عنها في الكتب وسمعنا عنها كأننا لسه ما تبناش. قديس يوحنا الدرجي له كتاب رائع اسمه سلم السماء، عنده باب طويل كده اسمه باب التوب، يعقد بصراحة بس برضه قروه. راح دير كانوا بيسموه السجن، الدير ده دير التائبين، يعني لما راهب كان يعمل عملة يبعتوا الدير ده زي المنفى كده يعني. فايه ابتدى يدور في الدير ده، راجع بقى يحكي قصص تعقد على الرهبان التائبين ودرجات الجهاد اللي عايشين فيها والتوبة اللي بيقدموها عن خطايا من العادي بتاعتنا يعني. فبيقول كنت ممكن امشي في صحن الدير اسمع تنهدات توجع قلبي طول الليل من قلاية، قلاية تانية واحد ما بينامش طول الليل مطانيات، قلاية مش عارف قلاية تالتة شكلها ايه، ادخل الكنيسة كلها تأوهات وصرخات من ناس حاسة انها بتصرخ من قلبها طلب الرحمة. فقال انا لم اتب بعد، يعني اللي طلع بيه من السجن ده او من الزيارة دي طالع، ده قديس يوحنا الدرجي ده حاجة كبيرة اوي، قال انا لم ابدأ التوبة بعد. بعد ما شاف الشغل ده بقى قال ده احنا ما توبناش بقى قبل كده، لانه فين التوبة من قديسة بائسة ولا القصص القوية؟ الواحد لما يعمل غلطة او يحس انه جرح المسيح يقعد فيها يعني شهور وسنين،
الخطية دي وجع قلبه وبيبكي عليها. فين القديس الأنبا شنودة اللي لقوه مرة بيعيط وهو شيخ؟ قال أصل زمان وأنا عاجل صغير خدت خيارة وقع على الأرض من غير ما أسأل صاحبها. خيارة إيه يا أبونا؟ تخلينا في اللي إحنا فيه. أنا مالناش دعوة دي عشان ما نتعقدش. إنما هل أنت بتعتبر إنه ما أسهل الغفران لمجرد إنك سوري يا رب خلاص؟ والصليب ده والدم ده كله والذل اللي شافه المسيح والشيطان اللي عمال يوقعك تاني وتالت في نفس الخطية، يبقى فين التوبة؟ يبقى التوبة مش كاملة طبعا، يبقى هنا في معايير مغلوطة، انت متساهل. فمن الغباء ان الواحد يقبل نفسه كتائب وهو متساهل مع الشر. الغباء كمان في التدين الشكلي، ورهوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي. تصوروا لما يبقى عيد لربنا وربنا مش حابه، كلمة صعبة يعني، ربنا يحمينا. يكون مثلا عيد الميلاد جاي وربنا مش عاجبه، ازاي يا رب ده عيدك ده كل ولادك دول هيهيصوا لك، بس ده لو بيحبوني بجد وبيهيصوا صح. فهنا عند اليهود كان بيقول انا ما بحبش المواسم، لانه من اكتر الحاجات اللي بتغيظ ربنا المواسم، لانه بياخدوا راحتهم فيها قوي ويدعوا ان ده كله عبادة لله وهي كلها مجد باطل ومصالح وشغلانات. يقول صارت علي ثقلا مللت حملها، كأنه بيشيل شيلة تقيلة يوم العيد مع ان ده المفروض عيده، لكن بالنسبة له بقت حمل على قلبه. الالتزام بالأصوام والأعياد طبعا فضيلة اسمها الالتزام، لكن حاسب يكون فيها حتة غباء انك بتأدي تأدية واجب شكلي وانت مش عايش مع ربنا صح. التزام بالاكل والمنظر. الغباء في اعتبار الكسرة، مجرد كسرة الصلاة. يقول ان كترتم الصلاة لا اسمع، ايديكم ملآنة دما. دي اللي قصدها المسيح لما قال حينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم، فانهم يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب له. يعني الموضوع مش كتر كلام، حلو انك تقف وتصلي كتير ما بنلغيش ده، لكن ما تعتبرش انك مجرد قلت كلام كتير في الصلاة يبقى انت عملت احسن حاجة، لانه جملة واحدة طالعة من قلب سخن تائب احسن من كل الساعة اللي قعدتها. يا ريت الساعة كلها جمل سخنة طبعا، لكن تعبير العشار والصرخة الصادقة دي كانت غالية جدا عند ربنا. الفريسي اللي دوشنا وخد نص إصحاح في كلامه في الصلاة، كلام ملوش معنى. ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، يعني مهما كترت في الصلاة تبقى مش زي مش حكيم لو اعتبرت نفسك رجل صلاة. رجل صلاة زي وبيقول صلي على طول. فين أنت من كلمة كل حين دي بقى؟ ساعات الصلاة أحبائي تغطي الضمير وتخدعه، ساعات الراحة النفسية اللي نطلع بيها من الصلاة، ربنا يستر ما تتعبوش، تكون خداع نفسي مش تعزية روحية. ساعات تبقى خداع نفسي، أنا إيه صليت وعملت اللي علي. لكن في فرق بين العزاء النفسي العزاء الروحي، إن ربنا قبل صلاتي وطالع من الصلاة بروح التوبة لسه، وبين واحد ريح ضميره فطالع حاسس بارتياح، لكن هذا الارتياح ممكن يبقى خداع لانه ما طلعش منها بقرار توبة جديد بخطوة حاسمة في حياته، لا في حاجة ناقص. الغباء في الانشغال عن التوبة، شوفوا قاعد يقول حاجات وحشة كتير قوي وبعدين دخل في المفيد. طب انت عاوز ايه بقى يا رب؟ معلش كل حاجة طلعت في حياتنا غلط، طب ايه المطلوب؟ اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر. هو ده بقى علاج الغباء، هو ده اللي مطلوب. نقوا يعني إيه؟ ما تقبلش قلبك مش نظيف، ما تقعدش تقول أصل وفصل، خلاص لسه شايل من حد، لسه بتدين حد، لسه أفكارك ملخبطة، ما ينفعش الوضع ده. ادخل استحمى تاني، ما تقبلش نفسك كده، اغتسلوا، تنقوا. اعزلوا شر أفعالكم، طلعوه لازم من حياتكم، كفوا عن فعل الشر.
يبقى لو الواحد فينا بعد عن التوبة يبقى مش بيعمل اللي ربنا عاوز. التوبة هي الحل، والتوبة هي الهدف، والتوبة هي الحاجة اللي تخلي الواحد حكيم فعلا. الإنسان الحكيم مش حاجة تعطله عن توبته. أي حاجة تاني حتى الخدمة تبقى غلط برضو. ابحث عن النقاوة، غير أي حاجة في نظامك وبرنامجك وعاداتك عشان تبعد عن الشر، لأن هو ده الهدف. نقطة كمان، التركيز على النفس زيادة، لأن هو لما عالج حط نقطتين يا جماعة. عادة لو درستوا يعني كتاب هتلاحظوا إن ربنا بعد ما يلوم كتير غالبا ما بينتهي بالفكرتين دول، صلاة أو توبة، حب وعطاء. عشان كده بقيت كل شوية أقعد أقول لنفسي وأقول لكم يا جماعة الحياة دي مش هتتظبط غير لما ترسي على كلمتين، صلاة ومحبة. لو نسينا كل حاجة في الكتاب مننساش دول. صلاة وأقصد بيها بين قوسين توبة. اتنين، حب الناس. الاتنين دول مش ممكن يبقوا غباء. لو توبة صادقة ده هو ده الذكاء كله والحكمة. حب حقيقي للناس جبت المفيد على طول. أي حاجة تاني دخلنا في الغباء. فلما قعد يقول ده أنا زعلان من كذا ومن كذا ومن كذا وكلها حاجات دينية، فطبعا تلخبط. انتهى بإيه؟ تنقوا، اغتسلوا، كفوا، اعملوا الحاجة الحلوة. وبعدين قال إيه؟ تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. كلها حاجات بقى إيه؟ في اتجاه اللي حواليا، بس حاجات كلها حب. يبقى من الغباء إن أنا أركز على نفسي زيادة، إن أنا أعمل اللي في مزاجي على حساب راحة اللي حواليا، إن أنا حتى أصلي واللي حواليا مستنيني أعمل لهم حاجة. ده ربنا بيقول لك لا، خليني أنا بعدين، شوف طلباته، أنا في الآخر. إحنا ياما بنلتزم بخدمات وصلوات عشان وصية الحب أو الاحتمال مش على هوانا. فأنا مش عاوز أحتمل اللي في البيت، أحسن لي أروح الكنيسة وديها صلاة، أو هم أبونا أرحم من هم اللي في البيت. مش هو ده خالص اللي ربنا عاوز. لا، أنا المحبة تحتمل كل شيء. تيجي دلوقتي قبل بقى إيه؟ قبل رغبتي في التسبيح ولا في الصلاة ولا، لأن الجو ده ممكن يكون بيريحني بس مش بيريحهم. القصد الإلهي هو محبة الناس، وبالتالي ده معناه المحبة لا تطلب ما لنفسها. عاوز تفهم ربنا صح، اعرف انه عاوزك يطلعك من ذاتك. يبقى القضية مش مستني بس صلاة وخلاص، ولو صليت يبقى من كل قلبك، لكن اللي قبل دي كمان انك تحب الطريقة المتعبة اللي اتكلم فيها ربنا، اللي فيها التسامح والعذر والاحتمال الحكمة كلها ان عينك تبقى مركزة على اللي حواليك لصالحهم. اكتشاف الاخر ومركزه في حياتك، ان الناس تكبر في نظرك قوي وانت تصغر في نظر نفسك، كده تبقى حكيم، تبقى عايش تخدم على اللي حواليك ايا كانوا. عشان تعالج الغباء معناها انكار النفس. عشان تخلص من هذا الغباء المنتشر يبقى معناها تشطب على نفسك خالص. ما تقولش تعبت، ما تقولش انا كده، ما تقولش صعبان على نفسي، ما تقول ما كل ده اسمه ما نفس برضه ذات. لا، انكار النفس معناه انت مالكش رغبة ولا يعني رأي خاص. اخر نقطة من نقط الغباء، الغباء في عدم الانشغال بالغفران. ساعات نصلي كتير او نخدم كتير واخطر طلب ما نركزش فيه. جالي وقت ما مرة كنت بفكر في مجمع التسبيح، وبضعف إيمان كده قلت هي الكنيسة يعني مش تغير شوية في صلاتها؟ اشفعي فينا يا والدة الإله كي يغفر لنا خطيئة، اطلب من الرب عنا يا ماري جيركس كي يغفر لنا خطيئة، اطلب من الرب عنا يا ماري مورس كي يغفر لنا خطيئة، اطلب من الرب. طب أقول لماري جيركس قول لربنا دي، أقول لماري مورس خد لك طلب تاني، اروح لبوسيفين اقول له عندنا برضو طلب تالت، لكن كلهم اشغلهم عشان الطلب ده؟ ما الطلبات كتير.
طبعا انا اللي مش انا اللي غبي، لان هو ده الطلب المهم، الالحاح على فكره ليغفر لنا خطايانا، يعني هو اهم طلب، اللي لو تمتعت بالغفران هتدخل السماء. اللي مش هيعرف قيمة الغفران ان ده اكبر واخطر عطية يبقى غبي، لان ساعات نطلب شفاء من امراضنا الجسدية ونطلب حل المشاكل ونطلب نجاح الخدمة ونطلب وانسى انه انا مش مطمن انت سامحتني ولا لا، انا لو مت دلوقتي هروح السماء ولا هلاقي التهمة في وشي مستنياني. عشان كده المسيح لما جابوله المفلوج مغفورة لك خطاياك، عاوز يقول لهم افرحكم ما لقاش حد بيفهم حواليه ولا واحد طلع بيفهم، حتى التلاميذ لا يقول لهم انت منفعل على ايه يعني، ما هو ما قامش، يبقى ربنا في وادي هو الناس كلها في وادي، هم عاوزينه يقوم يمشي. يا اولاد انا بتكلم في حاجة اهم، ده مغفورة لك خطاياك دي كبيرة قوي، ده في ناس بتقعد سنين تصرخ فيها طول العمر. هنا الغباء في عدم الانشغال بالغفران. شوفوا في آخر الإصحاح ده أو آخر المقالة العميقة بتاعت أشعية دي، أشعية 1، قال لهم تعالوا نتحاجج، تعالوا نقول حجة بحجة، تعالوا نتفاهم بقى، ده آخر المطاف. عارفين لو خطاياكم كالقرمز، أكيد واحد يهودي يقول له خطايانا ده إيه؟ الموضوع مش مطروح للمناقشة أساسا. احنا بنتكلم في ان حوالينا شعوب عاوزينك تشوف حل في المواضيع دي، ما هم اغبياء. ده ربنا بيقول لهم طب انا هقول لكم، لو خطاياكم مزغمدة كالقرمز يعني لونها احمر غامق ومش ممكن حاجة تطلع اللون ده، انا هخليها ابيض زي التلج. يعني اشتغلوا صح هنعم عليكم احلى حاجة في الوجود، غفران الخطايا. فهم اساسا بيقولوا له، بيبصوا له كده يقولوا له مش عاوزين. احنا كل يوم نصلي ابانا الذي، كم واحد فينا يجي عند اغفر لنا ذنوبنا ويركز ويحسها حاجه مهمه قوي ويقولها من كل قلبه ولا ناخد بالنا منها، مع ان دي مهمه جدا. هنا يقول ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالتلج، ان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف، ان شئتم وسمعتم تاكلون خير الارض. يعني لو ركزتوا في دي وعشتوا تائبين بجد، الخير يجي لوحده، كل حاجه هتمشي تتصلح لوحدها. لو انتم مركزين في التوبه ونوال الغفران كل حاجه تبقى خير. ان ابيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لان فم الرب تكلم. احذر يا حبيبي لا تكون ناجح في كل حاجة إلا أهم حاجة وهي التوبة. احذر يكون شكلك حلو وخادم حلو وحافظ حلو وكلمتك حلو والناس بتحبك طب واللي بينك وبين ربنا؟ انت عارف انه بيدي غفران ولا في حاجات واقفة لسه؟ احذر لا تكون مستعد لكل حاجة إلا لدي، إلا للقاء المسيح. في واحد يروح الخدمة مستعد، يجهز للخدمة، رايح الشغل مستعد، مسافر بره مستعد، كل حاجة متظبطة. طب أهم استعداد إيه؟ لو رحت السما مستعد ولا لأ؟ أنا مش مستعد، تبقى غباء. يعني بتوضب لكل سفرية باستعداد، ولكل خروجة باستعداد، ولكل مأمورية بتديها حقها في الاستعداد، والسفر للسما اللي كده كده جاي وحتمي يعني، ما استعدتش ليه؟ الغباء ان الواحد يهتم انه يعرف كل حاجة، اما مشيئة الله من ناحيته مستني منه ايه النهاردة ودلوقتي ما يكونش عارفه. يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء والارض، اما علامات الازمنة اللي هي مقصود بيها ربنا عاوز ايه فلا تعرفون. يبقى ربنا يحمينا من الغباء، لانه ناس كتير يا جماعة عرفت ربنا لكن ما وصلتش السماء. دي الرسالة اللي عايز اختم بيها. ناس كتير عرفت ربنا بس مش كل اللي عرفوا ربنا كانوا حكماء وصلوا السماء. فاحنا مش عاوزين في الاخر نبقى بتوع ربنا وما نوصلش السماء. كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. ليه؟ لانه اللي مش حكيم هيهلك هيضيع.
ربنا يحمينا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.